فمثلا لا تجد بعد كفارا ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. الخوارج كفروا بهذا النص. هل سنقر ان يقول لا ليس كذلك؟ الله يقول وان طائفتان من المؤمنين قتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما الاخرى فقاتل في تبغي حتى تنفي عن امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وابسطوا ان الله يحب المبسطين انما المؤمنون اخوه. فشهد لهم بالايمان وشهد لهم بقوه ايمانها مع انهم قتلوا وقاتل بعضهم بعضا كل سيف اعظم على بعض. لكن ان كان هذا الذي كل سيف وقاتل المسلم مستحلا لذلك وكافر، وان كان يرى حرمه من هذا المسلم وانما لشهوه وغرض واحقاد واشياء مع انه يرى ان هذا القتال حرام فهذا ليس بكافر وانما عنده كفر دون كفر لا كفر عمل.